ديبالا يلعبها طولية، كرة طولية إلى الأمام، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، بإمكانه إبعاد الكرة، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة، حكيم زياش تلعب الكرة إلى الأمام، يلعبها إلى الحارس، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل، بنتانكور يلعبها طويلة، وهذه كرة لكن اللاعب متسلل. اليوم نرى مصير التسلل محكمة، كل الأحكام أمام المهاجمين، كرة طولية في المساحة الخالية، وينجح في استعادة الكرة سريعا، الكرة ملعوبة من مسافة، حكيم زياش يلعب كرة طويلة، مرت الكرة، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. بنتانكور يا عيني على كليني يتسبب في احتساب المخالفة، كانتي يفقد توازنه، لمسة بينية، فرصة هجوم معاكس، تمريرة قوية أكثر من اللازم، وتسلل آخر، كرة طويلة إلى الأمام، انطلاق الآن من المدافع، بوليسيتش يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم،
ويعود بالكرة إلى الوراء. يبعدونها، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. فرص كريستيانو رونالدو، الكرة ملعوبة إلى أوليفي جيرو. يحاول أن يلعب كرة بينية، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل. برناردسكي يلعب كرة، يا إلهي هدف! نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد. جيرو لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. يستعيد الكرة مرة أخرى، يمر يلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة للجناح، مرة البينية بشكل جميل وصلت إليه. جورجينيو يمرر كرة قوية، تمريرة جيرو، قد يلعب كرة عرضية الآن. يلعب كرة بينية. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. تشيلسي يحصل على الكرة مرة أخرى. كرة طويلة للأمام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. جيرو، الكرة داخل الشباك. تمهل، تأني في الكرة، وبعد ذلك أدمن. تنطلق الصافرة، انتهت المباراة. إذن حاربوا حتى نهاية، بذلوا الجهد، بذلوا العرق، ركضوا، لكن في الأخير خسروا، وهذه أحكام مستديرة. يا إلهي، يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة هذه.